يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعنا بعض الناس يقول إن تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة، وأن الخلافة إنما جاء بعدهم، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، نعم، الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة. يقول الراوي ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعتبرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة، فهم مجمعون على هذا. نعم.